ما الأمر؟ من زمان يا طارق؟ إنها على محفة في الخلف مع الرجال. محفة؟ تريدون أن أشعر بأن أبي عبد الملك مضى وترك لي إرثا كريها من الرجال الصغار، وكأني لن أحظى من الرجال بغير رفاق زمنه من الكهول. كيف تستمر مسيرة بني أمية بشباب هذا شأنهم؟ إن أمير المؤمنين لم يسمع إلينا، وإنما نظر في رسالة موسى بن نصير. أتراني قصير النظر أرعا حتى أخذ برأي وأغفل ما حوله؟ عفوا يا أمير المؤمنين، ولكن سألتكما هل فعلتما بمدينة تهادى ما بلغني فقلتما نعم. إن أبانا عقبة بن لا تقل لي أبانا. ذكر لي موسى ما تريدان قوله بشأن ثأر أبيكما في مدينة تهادى، وهو قول لا يجيزه الجهاد في الإسلام. فماذا لديكم ضد موسى غير ذلك يا فتيان دولة أمية؟ لدينا ما هو أعظم ضد موسى بن نصير. إنه يا أمير المؤمنين يتحيز لهؤلاء البربر ويسيدهم على العرب وقادتهم. وكيف كان ذلك؟ أمولاي أعلم أن طنجة، وهي أخطر ثغر فتحناه في شمال إفريقيا، قد ولي عليها رجل من البربر يدعى طارق بن زياد. ما كنت أعرف بهذا الاسم، ولكن هانذا أسمع عنه. وإن لم يصدقني مولاي في ذلك، بل أصدقك، لأن هذا ما أبلغني به موسى يا ابن عقبة. قال سيولي من البربر من هو كفء وصادق في إسلامه. ثم ماذا بوسعنا أن نفعل في تلك البلاد الواسعة وتلك القبائل المتفرقة النافرة؟ نؤلف بين قلوبهم وهذا الدين، ونؤلف بيننا وبينهم، أم نقوم بذبحهم ذبح النعاج، أو نجعلهم من دوننا عبيدا وإماء بغير ما دعا الإسلام؟ إذا أعفنا يا أمير المؤمنين من الجهاد في تلك البلاد مع موسى. أنا لم أحكم بعد فيما فعلتما حتى تحكم أنت. لم أنزل بكما العقاب بعد. الأمر ما يرى أمير المؤمنين. إذا تضيقان بموسى بن نصير؟ بلى. وكان من الصعب أن تعودا تحت إمرته كقائد وأمير. ما دام مولاي قد طلب منا الصدق فالأمر هو ذاك. إذا كان ذاك فعقابي أن تعودا تحت إمرته من جديد. يحكم فيما فعلتما ويوقع عليكما ما يراه مناسبا من الجزاء. مولاي أمير المؤمنين، وتكونان بعدها جنديين صالحين في جيشه، تفعلان ما يأمر به وتنتهيان عما ينهى عنه، وإلا والله كان عقابكما التالي على يدي أنا، وإنه لشديد. صيفا قادرا، كتب إلي موسى منذ مدة يطلب دعاة يدعون إلى دين الله الحنيف بين البربر، ولقد كلفت الولاة في مصر والكوفة والمدينة بأن يرسلوا إلى القيروان خير الدعاة من العلماء والفقهاء، وقد أسرعوا في تنفيذ ذلك. يا كاتب! أمرك مولاي. اكتب إلى موسى كتابا يحملانه بأن عثمان وعياض ولدي عقبة بن نافع رضي الله عنه بحاجة إلى هؤلاء الدعاة، حاجة هؤلاء البربر، حتى يكتمل دينهما قبل أن يكونا جنديين صالحين. حشبا، من تظهر لؤلؤة ثانية أمام نظري بعد كل هذه السنين حتى يكون لقاؤها مع نفسه؟ ولا أشد عجبا من ذلك أن يجمع بينهما ود وتعاطف منذ أول وهلة. لكم حلمت بأنك تعبر البحر لتنقذها، ها هي تنقذ ولدك وترفض في نفس اللحظة
أن تنقذها من قيد العبودية تعاطفا مع سيدتها الصغيرة. كم كانت متفردة منذ طفولتها غريبة الشأن، لقد حافظت على إسلامها مع هؤلاء. كيف وقد ضاح مني لحظة أن تركت دار أبي وأمي وذهبت مع الملعون ملاص أتعثر في أسمال كسيلة وأوهامه الكاذبة؟ ثم هذا الذي قالته عن ملك إسبانيا وعن رجله هنا حاكم سبتة، والذي يدافع عن جزء من ملك هذا الملك الداعر ولا يدري شيئا عن أمر ابنته في البلاط. أي عالم هذا هناك؟ أي عالم؟ أي أمر يدعوك إلى إيقاظي هكذا مبكرا يا أدريان؟ هل حدث شيء في معسكر المسلمين؟ لا يا سيدي، بل هو أمر هذه الرسالة التي جاءت بها وصيفة من طليطلة على عجل وبمركب خاص. وصيفة من لدى الملك؟ بل من مولاة الملكة يا كونت. ها، رسالة من الملكة؟ ما الأمر يا سيد؟ اذهب الآن يا أدريان. لقد وعدت أنك ستحسم اليوم أمر الرد على قائدهم للزيارة. لنتحدث فيما بعد. هيا. كأنما الشيطان يلهم عقلي، كأنني أسقط في بئر بغير قرار. اللعنة، ما الذي تعنيه الملكة بكل هذا؟ ولم تلمح إلى العزرين؟ ما الذي حل بفلوريندا؟ بها. كانت تأمرني كأنما هي واثقة من شيء ما. اللعنة! واعلم يا حاكم سبتة أني أمهلتك وقتا كافيا لتفكر في ردك على دعوتنا للحوار وما ردت. كأنك تترك الباب مفتوحا بيننا وبينك، ولكن مفتوحا على فراغ لا شيء فيه. وكان جدير بك أن ترد كما جرى العرف، فإما اتفاق على الدخول في الإسلام أو جزية ووفاق أو نحسم بالسيف فيما بيننا. لقد وصلوا إلى طنجة يا طارق، كيف حال نفس الآن؟ بخير، لكن لؤلؤة تقول لك أنك قد تحتاجها في الأيام القادمة إن صار بينك وبين حاكم سبتة فرصة للحوار. وفيما نحتاجها في حوارنا مع حاكم سبتة؟ هي قالت لي ذلك، فتاة طيبة وغامضة. والله إننا لنحتاجها فيما هو أوضح، أن تدلنا على المدخل السري الذي جاءت منه. أما انتهينا من هذا الأمر يا طريف؟ ولكني لم أنتهي بعد. ما دامت هناك مداخل سرية فإني لها بعون الله أصل إلى كل أسرار تلك الأسوار. أتمانع في هذا أيضا يا طارق؟ لا يا طريف، ابحث ذلك يا دمشق بعد أن تلقي إليهم بتلك الرسالة في سام. طلبتك فتأخرت. كنت أعد نفسي للعودة. إلى أين؟ إلى عمي أوباس في إشبيلية.
فلا جدوى من بقائي هنا طالما أنك لا تتخذ قرارا في مواجهة هذا الحصار المهين لنا. ولما لا تعود إلى طليطلة؟ فالملك هو من أرسلك. لم يعد هناك جدوى من الحوار مع الملك، فلن يهتم لسبتة ولن يرسل تعزيزا، رغم أنك ما زلت تتوهم أنه خلفك، وهو لا يهتم بك، لا يهتم إلا بأطماعه وشهواته. وفلوريندا؟ فلوريندا؟ نعم. لما تريد أن تسمع مني عنها وأنت الذي أدنتني بوشاية منه ورفضت أن تستمع إلي؟ وكان هذا من واجبك ومن حقي. وماذا كنت تريد أن تقول؟ لما تسأل الآن؟ أجبني يا زيزوت. ماذا حدث؟ هل حضرت فلوريندا إلى هنا؟ لا، هي ما زالت هناك. إذن سمعت شيئا؟ ماذا تتوقع أن تسمع؟ ماذا سمعت؟ لما يكرهك يا سيزوت؟ وصلت إلى السؤال القاتل. ليس لأني صاحب الحق في هذا العرش، فلست أملك أمامه من سبيل، ولديه أخي لا يهتم لأمره. إذا لما يكرهه؟ لأجل فلوريندا. هل تعتقد حقا أن لوزريك ملك إسبانيا وحامل شرفها، لوزريك الذي يشغله عبء الملك وأمانته ويحيط به أعداء هنا وحوله هناك، تاه عن هذا كله لينافسك على حب فلوريندا؟ سيدي، دعنا من هذا الجدال. أستحلفك بالرب أن تذهب وتأتي بها من بلاط هذا الملك. وإن أتيت بها اطمأن قلبي، وعندها لك أن تسألها ودعها تخبرك عن وشاية لوزريك حول اختطاف له. أيها الحاجب، استدعي أدريان. أمرك سيد الكون. أخشى أن وراء هذا الحديث ما يسيء يا كونت، وراءه ما تخفيه عني. هل وصلتك أخبار عنها؟ لقد كنت في الطريق إليك أيها الكونت إذ وصل هذا الخطاب. ممن؟ ما دام خطاب بسهم فهو من قائدهم طارق. هاته. هو غاضب لأني لم أرد. استدعي الكاتب، سأرد عليه قبل سفري. سفرك؟ نعم، سأذهب إلى جلالة الملك لوزريق لأخاطبه أولا في أمر المدد والتعزيزات، وستكون هنا مسؤولا عن الموقف إلى أن أعود، وسيزوت سيكون شريكا لك في المسؤولية. وماذا بشأن الرد على خطاب قائد المسلمين؟ سأخبر طارقا أني سافرت إلى طليطلة للنظر في أمر معاهدة معهم. ألهذا السبب فقط؟ ألن تحضر فلوريندا؟ الكاتب يا سيدي كونت، أعد لي سفينة للرحيل إلى طليطلة فورا. هل تخبره أنك على سفر إلى طليطلة حقا يا سيدي؟ نعم. عفوا يا سيدي الكونت، ولكن من الخطر أن يعرف طارق بأن سبت بغير حاكم. لن يقدم هذا الرجل على شيء قبل أن أعود برأي من طليطلة. وكيف نضمن ذلك؟ لديه لؤلؤة التي ذهبت إليه بولده، فلو أراد لأرغمها على أن تدله على المدخل السري الذي جاءت منه. لم أفكر في ذلك حتى. لم تفكر؟ باللعنة السماء، أني مطالب بالتفكير في كل شيء، كل شيء. اكتب أيها الكاتب، من الكونت يوليان إلى طارق بن زياد قائد جيش المسلمين. من هنا وحتى تقوم المناطق الملاصقة للساحل سنبني القيروان الجديدة دارا لبناء السفن ولوازمها، وقد أصلت إلى أمير المؤمنين بهذا الخصوص، وسنبدأ العمل على الفور بإذن الله.
لكن لم يكن حظنا مع البحر وسفنه حتى الآن يا موسى. كدنا أن ننال من القسطنطينية يوما من البحر. يبقى الخطر الأكبر من البحر وسفنه. نعم، من قرطاجنة قد يأتي الروم، ومن سبتة قد يأتي القوط. لهذا كان حصار طارق بن زياد لسبتة حماية لنا في طنجة، ولكن يبقى الخطر، كل الخطر القادم إلينا من البحر. إذن يحسم أمر اقتحامنا. أظن أن حصاره لسبتة قد يطول ما دامت المؤن تأتيهم من البحر بلا توقف. وهناك أيضا خطر احتمال خروجهم إليه لو جاءهم المدد الكافي من البحر. ولكن قوته موزعة ما بين رجال لحصار سبتة وحامية في طنجة. أظنه رتب لسرعة التحرك هنا أو هناك، وأرسل العيون للاستطلاع الدائم دون توقف. هذا كله يقودنا إلى حقيقة تتأكد كل يوم، وأننا هذه المرة سنكون في مواجهة حقيقية مع الروم وربما القوط أكثر من أي مرة سابقة لنا في هذه البلاد. ولهذا كانت القيروان الجديدة وبناء السفن يا لحمي. ولطارق بن زياد وموقفه هناك ما بعده. أتظنه يصمد لما بعده يا أمير؟ أتظنك يا لخمي نرضى بأن نكتفي بهذا السؤال دون أن نفعل شيئا؟ سيكون لنا ترتيب آخر في اجتماعنا القادم مع بقية القادة. أجل، ما زال أمامنا الكثير. سيدي، هبطنا عند باب القصر على عجوز كان يترقبك. عجوز يترقبني أنا؟ أمرها ولدكم عبد العزيز بوضعه في الحبس حتى تنظر في أمره. وكيف يلقي عبد العزيز بالعجوز في السجن دون ما سبب؟ إنه من الخوارج الفارين منذ زمن إلى أفريقيا يا مولاي. حل وثاقة. ما اسمك يا شيخ؟ أنا شبيب بن عامر يا موسى. ولم جئت تستقصي عني؟ لو أن ولدك بادرني بهذا السؤال لما أوثقني. وها أنا الآن أسألك. وأنا أيضا جئت لأسألك سؤالا أحتاج جوابه. تكلم وأقصر يا شيخ. هل صارت الدعوة لدين الله حكرا على من يأتون إليك من الكوفة أو المدينة يا ابن نصير؟ الدعوة لمن هو صالح لها قادر عليها بغير هوى أو مصلحة. إذا دعني أشارك فيها دون أن يمنعني أحد، فإني والله قد نظرت نفسي لهذه الدعوة منذ جئت لهذه الأرض ومضيت أدعو فيها لدين الله. أتدعو لدين الله أم لمناهضة بني أمية يا شيخ؟ أقد سألني ولدك ما كنت تريد أن تسأله يا موسى؟ وقد أصاب فيما سأل، وإلا لما طردتكم دولة بني أمية. أم تراك تزعم أنك ما عدت تناهضها؟ لا، والله إني ما زلت على يقيني من أنه لا حق لهم بهذا الملك. أرأيت يا أمير؟ صبرا يا عبد العزيز، ألا يحق لنا الآن أن نسلمك إليهم؟ لم أكمل قولي بعد يا ابن نصير، ولكن لك أن تسمع لي أو ترسل بي إلى دار الخلافة كما تقول. ها أنا أسمع. تكلم يا شيخ. أنا يا موسى من فرقة الخوارج النجدية. أتباع نجدة بن عامر. وكنت مرافقا له، ونحن نقول إن الدين أمر أن معرفة الله ومعرفة الرسول أولا، ونحرم دماء المسلمين كما نحرم غصب أموالهم، والإقرار بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وتكفير الناس يا شيخ؟ الناس معذرون يا ابن موسى، نجهلهم حتى تقوم عليهم الحجة. هذا صحيح يا أمير؟ هذا أسلوب أتباع النجدية، وإن بقي لهم إنكارهم على بني أمية حقهم في الحكم. نعم، لقد نقضوا مبدأ الشورى في الإسلام، وتحولت الخلافة بالبيعة إلى ملك يتوارثونه. إذن أنت عدو برغم كل ما قلته. هذا لو أني جئت أدعو لمناهضتهم، ولكن لأن لدي من يحتاجون إلى كلمة لا إله إلا الله هنا في هذه الأرض البكر، وإلى معرفة الله ورسوله حتى تخرج من ظلمات الوثنية والجهل.
أكانت هذه هي دعوتك حين وطئت قدماك تلك الأرض يا شيخ؟ نعم يا موسى، وخاصة حين تراجع المسلمون وانكسروا أمام كسيلة ثم الكاهنة. لقد زحف الظلام ثانية، وكان على كل من بقي من المسلمين أن يقوم كل بدوره، حتى أرسل بنو أمية بجيوشهم وفتحوها مرة ثانية، أليس كذلك؟ نعم، وإني مقر لهم بذلك، فدعني أكمل ما بدأت به يا موسى دون أن يمنعني جندك. هذا أمر خطر يا أمير. أنا أضمن أن دعوته ستكون لله ولرسوله بعيدا عن بني أمية والخوارج. صدقت، وإني أشهد الله على ذلك. إذن سيبقى تحت عيوننا هنا في القيروان؟ لا، سأرسله مع الدعاء إلى حيث طارق بن زياد. أسمعت عنه يا شبيب؟ سمعت عن الفتى خيرا، وخيرا فعلت يا موسى مع فتى من أهلها، وأنا على استعداد لأدعو تحت سلطانه هناك. عليك أن تعلم أن حوله هناك كثير من المتمردين والمناوئين في جبال يحكمها زعماء مغرضون يحركهم الروم يا شيخ، فهل لديك من القدرة ما يمكنك من مواجهة كل هؤلاء؟ أجل، وإني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برفع تسلطهم عن الضالين يا موسى. منذ اللحظة حرة طليقة. لا يا أمير الطيران، لا ترفع صوتك. قد جاء هذا الدين في وقته يا أيها الأب الفاضل أوباس. مسلم لؤلؤة، هذا حال قلب رقيق لا قلب محارب يا طارق. اسمي ملك الأوراس يا ويبة، حتى أرى وأحكم. أطراف معسكرنا تتعرض للهجوم يا طارق. لم تأتي إلى أجل الحصار؟ لا،